الصحة الرياضية، ولكن خليني أقول لكم إيه أبرز عناوين الأخبار النهاردة. الأهلي يرفض مفاجآت أسوان في رحلة تصحيح المسار المحلي قبل القمة، والزمالك يخوض مرانه الأخير اليوم استعداداً لمواجهة نادي مصر. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم في الدوري المصري. واليوم الإسماعيلي يجري مسحة كورونا استعداداً لمواجهة وادي دجلة بالدوري. رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي ستيام من تدريب البارسا.